منا قولي لنا البرودكت الجديد اللي انت جايبه لنا، وقولي لنا الاول ايه اللي بيوصل الستات للتلات مشاكل دي، الفراغات، الهيشان، والتقصف. خلينا نقول كم حاجه بسرعه كده. يا اما استخدمت الخلطات، الحاجات اللي بتتحط على الشعر ممكن تكون اصلا ما جابتش معاها نتيجه وسدت لها المسام فالشعرها وقت. خلطات ايه؟ الخلطات، في بعض الخلطات مسكرات وحاجات كده، وتفر بقى الحاجات اللي استخدمتها. أوكي. يعني على حسب، في ناس بتسيء استخدام، مش عارفه تستخدم الحاجه. أوكي. او ما كانتش مناسبه ليها. اوكي. او استخدمت منتجات مش مناسبه ليها برضه. اوكي. لان في الجلد بيكون حساس، فاستخدمت حاجه يكون فيها سلفيت وبرابين، وهي المفروض اصلا تكون الحاجات دي يعني عارفه جلدها حساس، فعامل زي جلد البيبي، ما ينفعش اي حاجه يعني الجلد يستخدمها. اوكي. وكمان استخدمت حاجه مثلا ما تكونش فيها فيتامينز، استخدمت حاجه ما نعرفش مثلا، كل واحده لكل حاجه ليها استخدام. تخيلي بقى هي بوظت الدنيا. او الشمس او الميه والبحر او السويمنج بول، او على حسب كل الحاجات دي ليها عوامل. الحجاب برضو ليه عامل، انه كتمه الشعر مش بتهوي شعره، نقص اي فيتامينات فطلع عليها برضو. ما هو دي زي الارض الزراعيه، لو كنت تسقيها حاجات كويسه وتظبطي الارض الزراعيه دي هتبتدي تنبت والتساقط تتحسن. طب انا استخدم ازاي الحاجات دي، او ايه اللي ادور عليه في المنتج؟ ادور على ايه؟ لازم ادور على كام حاجه. يكون في فيتامينات، احنا الورا اللي معانا النهارده مرخص من وزاره الصحه المصريه، في فيتامينات اللي هي ايه؟ فيتامين د وضاد مضاد اكسده رهيب. يعني مضاد اكسده ما يخليش فيه سموم تتراكم، ففروه الراس تبقى صحيه، فالفراغات ما تبقاش موجوده، التساقط ما يبقاش موجود، الاند سبليتس اللي هي التقصف اللي تلاقي شعرها فتحت اتنين كده ما يبقاش موجود. أوكي. ناس كتير بتستخدم حراره، ناس كتير بتعمل صبغات، عشان بتقولك لازم اجيب منتج يكون مناسب للصبغه او مناسب للحاجات دي. احنا عملنا لك المنتج ده مناسب لكل انواع الشعر، وده بجد حاجه جميله جدا في حد ذاتها، وكمان بيرطب الشعر. في فيتامين اي، وفيتامين اي برضو مضاد اكسده وبيرطب وينعم. فانت لو عندك مشكله ان شعرك جاف وتقولي انا من الاطراف بتاعتي ناشفه قوي، انا مش عارفه ليه بيحصل كده، عشان حضرتك بتختاري منتجات ما فيهاش فيتامينات. صح. والجفاف هيجيب هيشان، والجفاف هيجيب تقصف. الله ينور عليكي والله. فعلا. وتلاقي ان لما تيجي تعمل بيبيليس او حتى الحراره كمان بقت تخلي شعرها بزياده، يبقى شكله مش حلو. ده حقيقي. يبقى احنا كده اول حاجه عندنا فيتامين د وفيتامين اي. في بانتينول. تمام. وفي بقى كمان بروتين جنين القمح. أوكي. بروتين جنين القمح هنا ده مهم جدا، وبيستخدموه للعلاجات بتاعه الشعر. اوكي. فتلاقي الامبولات اللي بتتعمل عند الدكتورز دي فيها جنين قمح اصلا. ليه بقى؟ في فيتامينز وفي معادن، فانت بتدي شعرك كميه فيتامينات ومعادن رهيبه. أوكي. يعني في كده بناخدها عن طريق الفم، وفي طبعا بنحط، فاحنا قلنا دي ارض زراعيه نسقيها حاجات كويسه. يبقى انا كده حطيت فيتامينات. طب ايه تاني موجود؟ ما فيهوش برابين وما فيهوش الكبريت اللي هو السلفيت اللي بتدمر الشعر فعلا. دول بقى بجد عملوا ابحاث كتير عليهم. لان من الخلاصه يعني تكت الابحاث دي انه بيعمل تهيج في الجلد، وبيعمل احمرار وبقع حمراء، وفي ناس بتقلب عندهم بحبوب صغيره، وبيزود التساقط. طب انا في غنى عن كل الكلام ده. بالظبط. جبت لكم منتج برضو مرخص من وزاره الصحه. تمام. ومنتج طبي اكتر من ان هو منتج تجاري وخلاص. يعني ايه طبي؟ اسمه اورا صح؟ الورا. 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 اوكي. الورا يا جماعه. ايوه احفظها. يبقى انا كده عملت الكومبو المتين اللي عندي مضادات اكسده، يعني السموم اللي بتيجي على فروه الراس تبتدي تقل، فيحصل توازن بكتيري لفروه الراس، فتساقط يقل، الفراغات تبتدي ترجع تاني تنبت، نمو الشعر من فيتامين د يرجع الشعر تاني يطلع صحي ونضيف وكويس. اعرف ناس كتير قوي الفراغات ابتدى يطلع لها شعر، بس الشعر اللي طلع يعني مش صحي. فاهمة. فاهمة. فيطلع لك شعر صحي، الفراغات تتملي، التساقط يقل، بدل من كتر الجفاف اللي بيحصل لك وتبتدي تعملي ماسكات اياها والحاجات اللي بتحطيها على فروه راسك وتسد المسام. سد المسام ده مش حاجه حلوه. لا مش حاجه حلوه طبعا. ما لو فروه مش صحيه عمر الشعر هينبت. طب تقولي لنا الروتين سريعا كده. نقول الروتين، اول حاجه استخدم الشامبو. تمام. واعمل مساج لطيف، وبلاش اعمل شعري كده. ماشي. انا مش داخله خناقه، بالراحه خالص. ببتدي ان انا اعمل مساج بسيط خالص على فروه راسي، وبعدين باجي عند الحته دي وابتدي بس انزل بس اللي بيبقى لامم التراب. أوكي. والاوساخ والحاجات دي كلها. أوكي. خلاص الشامبو شطفنا شعرنا بطريقه لطيفه، ابتدي بقى استخدم البلسم الكونديشنر. برضو بيتحط، ما بيتحطش على الروتس. اوعي تحطي البلسم على فروه راسك. تيجي تقولي منى قالت، ابدا. البلسم بيتحط من بعد فروه الراس. أوكي. بيتحط على الحتت اللي هي عشان اخليها ما تبقاش هايشه وتبقى هاديه وجميله وسهله التسريح. أوكي. لان كتر الكلكعه في الشعر بتخلي شعر بيقع بزياده، بيتقطع كمان. صح كده.
نيجي بقى للماسك الجميل الرهيب ده برضو بجنين القمح، وفيه كميه فيتامينات ومعادن حاجه كده يعني جميله جدا اللي كلنا بندور عليه. بدل ما اروح اعمل حاجات انا ممكن تاذيني، اعمل الماسك ده مره واحده في الاسبوع، ترطيب، حمايه من التقصف. بدل ما شعري يبقى عرضه اكتر للتقصف او احط عليه منتجات كتير وفي الاخر الشعريه تتقل وتقع، ما هو برضو دي مشكله من المشاكل، احط عليه منتجات كتير، منتج زي الكريم زي السيرم زي مش عارفه ايه، وفي الاخر الشعريه تيجي تعملي كده، ما هو من كتر ما هي تقيله في ساعتها بتقع. فده هيحافظ لك بقى انك انت شعرك يبقى لطيف وناعم وهادي من الهيشان. مشكلتي انا كمان والله الهيشان دي حاجه مشكله كبيره جدا.